وزي كفن تبع الموجة. محمد جبالي ضيفنا اليوم في كورنيش موزايك فام. مرحبا، شحوالك؟ وبيك صباح صحتك ليك اللي يسمع فينا الكل. الحمد لله، أول مرة نتقابلوا؟ أول مرة، ان شاء الله مش اخر مره. ان شاء الله ان شاء الله. محمد جبالي، فرحانين برشا بقبول دعوتك وبحضرنا اليوم في كورنيش موزايك فام. نحكيوا على جديدك. اي نعم. جديد ليلي طويل. اي نعم. اعاده لاغنيه مغربيه ليونس مغري. فوالا مغربي يونس مغري. فوالا هي تكتب بالكاء بالكاء ولكن تقرا كاء. سمعناها وقتاش تهبط الاغنيه؟ انا صورت كليب لكن ما زلت ما عملتش مونتاج، ودخل الصيف قلت ما عادش وقته من الناس اللي هي مصيفه، ما عادش بشي سي با المهم اشوفوا كليب، لكن صورتها مازال مونتاج. هذه غنيه عندها علاقه خاصه بي، معناها الغنيه هذه نغني فيها عمري 5-6 سنين في حومتي، يعني من الطفوله يعني. وي، معناها عندها معي ذكريات نوستالجيك معناها كبيره برشا، وكل مرة باش نسجلها بس سجلها وصلوا في حومتي في لكان يعيطوا لي محمد ليلي طويل. وين ما نمشي محمد سمعني ليلي طويل. عشت معك أي 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 ما عندها عندها معايا أول غنية حبيتها، وأول غنية بكيتني، وأول غنية نقعد الطول. وعلاش توا؟ ما نعرفش أكيك اختر لك يعني ولا ثم حاجة رجعتك سجلها عندي برشا نحب سجلها، ما صدفتش وسجلتها واخيرا وصورت كيما قلت لك، لكن مازلت ما عملتش مونتاج. وقتاش يبدا المونتاج؟ وقتاش حاطين ديدلاين؟ معناها بالنسبه لك يرجعوا توا الناس من الصيفه يرجعوا والقرايه ترجع كل شيء باش اكثر تاخذ حظ الاغنيه ان شاء الله. الاغنيه هذه عودتها مثلا اسم منور، الشاب خالد، نينا عبد المالك، فاطمه القرطبي، سمعتهم ولا؟ برشا فاميلي سمعت فاميلي لا. شكون ما سمعتوش مثلا؟ قرطبي ذي لا سمعت اسماء، سمعت شاب خالد، سمعت اسماء منور وشاب خالد. اي نعم. ما سمعتش نينا عبد الملك مثلا؟ نو. وخذيت اسبيريت شويه من لي فيرسيون الاخرين؟ لا 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 جمله؟ لا لا وزعها زاد باش نعطيه حقه صديقي وموسيقي حسام البجاوي، ارونجمون حسام البجاوي. بالنسبه للفنان كيما محمد جبالي اليوم نحكيو على تجربه ونحكيو على مسيره فنيه طويله ما شاء الله، معناها نثبت عليك من انا من غير لحيه عندي من انا صغير نعرف محمد جبالي، ولكن شنو يضاف لك اليوم كي تعمل غنيه كفر؟ هذه لي انا قلت لك غنيه عندها علاقه خاصه بيا تو سامبلومون. انا ما نعملش ياسر لوبريز، انا في حياتي يعني ابار لي كوكتيل اللي عملته مع عبد الحليم وكلثوم هذاك خاطر المدرسه اللي تربينا عليها، ومره يلي ظلمني في اول كاسيت غزالة بالجبال على ريح خاطر خديت باب برومي بري في مارجين لوغني التونسي، هذوما يتعدوا على صوابع ثلاث اربع غنيات اللي عملته عاود سجلتهم، معناتها مش برشا انا نعاود نسجل اغنيات اللي مركز على الانتاج الخاص. لكن نحكيو على الاحتراف اليوم، نحكيو على كلكان بروفيسيونيل كيفك انت، الكافر معناها يتعمل في وقت معين مثلا يمشيو اكثر ليزاماتور، علاش خديت انت صحيح عندك علاقه بها الاغنيه لكن من الناحيه المهنيه العباد يراوها ممكن من زاويه اخرى؟ شوف فما حاجات ما نخزرهاش من الناحيه المهنيه. فهمت كيفاش؟ كيما الاغنيه اللي عملتها لامي الله يرحمها اللي توفيت عندها عامين، معناها هبط الغنيه بعد ما عملت عام اغنيه لي انا، ومعناتها فوالا معناها لي انا، هذه لي انا، هذه اغنيه انا نحبها، قلت لك عندي علاقه خاصه بها، كان نجحت ان شاء الله ونتصور تنجح وتحبوها العباد هذيك حاجه اخرى، لكن انا معناها برد قلبي الغنيه نحب نغنيها من اللي انا صغير قعدتك في قلبك غنيتها قعدت لي في قلبي فوالا. محمد جبالي نحكيو على الزين اللي سمعناها بكري شويه زاد برمي لي شونسون اللي تو معناها اقل من عام تصورت كليبي كلماتي والحاني وصورت كليب وتوزيع عباس بالقايد ماسترين جميل قرسي جو تونسي حفالي في اكزاكتومون وقبلوا غنيت التركي وغنيت زاد الراب وغنيت زاد الطرب والاغنيه الخفيفه والاغنيه ماشي في اكزاكتومون. والتجديد عنوان بالنسبه لك انت محمد جبالي، جرت برشا حاجات ولكن لقيت برشا تفاعل ايجابي مع برشا ناس، او ميم تون لقيت برشا انتقادات من عند ناس اخرين. عادي جدا. كيفاش تتفاعل معهم الانتقادات هذه؟ عادي جدا، اي فنان ملي خلق الدنيا اي مشروع خلينا نحكيه في ميدانه، يعني تلقى اي فنان باش ناس تتفاعل معاه، ناس لا ناس باش تعجب. انا كنت في البدايات نبدا ساعات مش مصدق اغنيه جديده خرجتها نعرض واحد ولا يقول لي يا محلاها مثلا خزرت عينك، قول سي بيان، بعد بنهار انا يقول لي لا سامحني ما عجبتنيش. من الاول كنت نقول شنو هي الحكايه، بعد الاذواق تختلف تو سامبلومون. معناها الاذواق تختلف اكيد. تاخذ بعين الاعتبار الكومنتير الخايبين ولا لا؟ انا نعرف انا الكومنتير اللي فيه خلفيات والا بصدق بمحبه. ومن التعليقات الموجوده قداش فما من واحد عنده خلفيات؟ كثروا توا برشا، توا كثروا معناها توا اكثر الناس اللي شاده جول وتحب تحط لك عصاف العجل. قبل معناها نشوف حتى من لي زيميسيون قبل التيلي وغاديو قبل كي يكلمك اي منشط باش ما نسميش باش ما ننساش تو سامبلومون لازم تلبس بالكدا وماشي شيخ وباش تقول باش نعمل جو ونقعد في البلاتو ونغني ونروح شيخ وفرحان وفما بلوس. توا ماشي شاد جول خاطر وليت ناس شدت لك جول. فهمت كيفاش؟ نحكيش لي زيميسيون كرة وليت الاغلبيه جول اليوم؟ لا 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 فاديتو لا 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 نحكي لك لا وليت ساعات ما تبدا تحتها تقول سافوار شنو الموضوع. انا فما موضوع اكزامبل معين ان شاء الله ما يتجبدش مش نقول لك عليه اليوم. عندي اربع ورقات
ما نعرفش ماذا بيه ماذا بيه ماذا بيه بالحق ماذا بيه اكزامبل. احنا باش نحكيو فن بالاساس زاد باش نحكيو مزيكا باش نحكيو مسرح باش نحكيو تمثيل زاد باش نحكيو برشا حاجات اخرى. تم كنت وتم حتى ساده المستمعين اللي كان يحبوا يعرفوا على محمد جبالي نجم تخليو كومنتير على كونت انستغرام موزايك اف ام تلقاو الستوري وتخليو اي سؤال تحبوا تسالوا لي محمد جبالي ان شاء الله من هنا درجين اخرين نقراو الكيستيونيت نتاعكم انتوما اللي تبعوا فينا كسوا على الفيسبوك ولا الانستغرام. الخلفيات ما جاوبتنيش عليها انت روقت بيا ديجا هاني قلت لك خلفيات الناس شنو نوعيه الخلفيات اللي تشوفهم انت في لي كومونتير تقراهم في لي كومونتير وتحس انه السيد هذايا ما نجيها جاي شو فما ناس كيكه ما غير حتى شيء حتى مش من الميدان ما متفرش عادي لله في سبيل الله يكرهك. البارح كومونتير تحط اي بارتاجيت انا عندي صاله مع جروب اسمهم تروشيك باند عندنا كيلكو سبيكتاكل باش نبداو لا سيمين بروشين فهمت كيفاش بارتاج لطفي يعطي صحه لافيش لطفي العبدلي فما واحد كتب من لوت قال لي في بالي بيك موت كاريمون اي لكن هذا مش نجاوب باش نقول له الموت بيد ربي اسكو انت درجين بعد قلت يا محمد طفي الضوء وتجاهلوا فن اي ما على خاطر اذا كمش تجاوب باش تحل روحك برشا مشاكل فانت نحكي لك شوف الناس وين توصل لكن نحكي كيما قلت خلفيه تاع ناس ما عجبهاش العجب تاع ناس صغيره تاع ناس بتترو صاحب فلان تاع ناس فما النظره ساعات بلوغه يزي هذا الى متى كيما قلت لك السيد هذا قال في بالي بيك موت فما ناس معناها يعني فما جان من حقد والغيره فيها برشا غيره تاع يعني الوجوه المعروفه خلينا فن ورياضه وديزانيماتور محمد جبالي يغيروا انك محبوب وانك موجود وانك مشهور وان الناس تحبك حتى انت حتى انت حتى انت سنة باش نقف ناس فما السؤال اللي قلت لي تعتبر روحك محبوب وي يظهر لي شوية مقياس مقياس كيفاش تعرف روحك انت محبوب في الشارع في حفلاتي في غناياتي انتم كي استدعتوني فما شوية محبة ولا لا طبعا ولا وتقدير أيضا بارك الله فيك فما المحبة فما تقدير انت ما ثم تقدير المحبة تقعد يدك في وسط القلب لكن نقدروا الفنان التونسي عايش كيف يجي بعدين به نحكيو شوية على محمد جبالي ممثل مسرحي ممثل مسرحي برشا ممثل مغروم بالتمثيل تواضع هذا ايه لا مش تواضع انا ريت اغلبيه اغنياتي اللي كتبتهم ولحنتهم اللي سكسي كلماتي والحاني خليهم جنبك وانت الكل يحنين وزين وغير وغير وقمر وكل الملحن قول ملحن شعر ديما قول محاولات مع عمري مش قول شعر المسرح بالرغم انا اكثر مطرب مثل في تونس اربع مسلسلات زوز افلام سينما اربع اعمال مسرحيه ثلاث مسلسلات اذاعيه ما شاء الله فهمت كيفاش لكن نقول انا مغروم حب التمثيل اما ممثل مسرحي معناها كبيره شويه ما عملتش انا ما قريتش مسرح عكسك ثم ناس عملوا زوز اعمال ويقولوا نحن ممثلين كذا انا فما ممثلين يقولوا محمد معناتك عملت تعمل هذا الكل فما مخرجين تقول انا مجرد ممثل فما مخرجين فما مخرج ما نحبش خلي الناس تقول ساعات ما نكبش نولي ونشكروا في رواحنا معناتها كيك انت تحب تطيحني تقول لك انا زعمك المحمد اي انا جو انا فما مسيرتك تحكي عليك فما مخرجين فمخرجين وممثلين يقولوا محمد جبالي عمل مسيره ممثل اكثر من برشا ممثلين. معناها كي نقولوا هالتجربه هذه المسلسلات فهمت كي انا عملت دور محمد عبد الله في القاهره لو سول تونسي مع احمد راتب وسمير عبد العزيز. ما انت فنان وملحن عملت مسيره ممثل اكثر من ممثلين في حد ذاتهم هكا صح نو؟ لا انا يعني انا بالاساس مطرب ونقعد ديما مطرب نغني. هذه في الدرجه الاولى هذه في الدرجه الاولى لكن في الدرجه الثانيه تجربه التمثيل لقات استحسان الدرجه الثانيه تمثيل فهمت كيفاش هذاك يقول مطرب معاه المطرب معاه اللي يكتب ويلحن معناها هذاك داخل كما قلت محمد جبالي المطرب لكن تجربه التمثيل كما قلت لك يعني كبرت ولقات استحسان برشا ناس وكما قلت لك ولاو كما ساعات فما يمكن انا عامل مسيره اكثر من ممثلين كي نقول اكثر من ممثلين مش تنقيس من قيمه لانه احنا المسلسلات من رمضان لرمضان صحيح معنا الموسميه ولات زعما فما برشا ممثلين ولات زاد فما جانب من العصابات خلينا نقول معنا العصابات يعني كي نقولوا كل واحد بعض المخرجين لوبيات لوبيات فوالا يسميهم بتتر كاسحه شويه عصابات انت ما تحبش اللوبيات هذيا؟ لا لا انا نحب اللوبيا مانيش تابع اللوبيا مش خايبه مش خايبه مش خايب انا اختي المفضله والله اللوبيا بالك عابر هي المفضله علاش ما دخلتش في اللوبيا من اللوبيا؟ لا لا ما تحبش هذايا مش جوي انا بديت في الجينيراسيون نتاعي العصر نتاعي جينيراسيون تاعنا كيما قلت لك ما تولدناش لا في البوز ولا قداش فيو ولا اللوبيات صحيح كان فما غيره وكان فما عادي جدا في اي مجال لكن تو تبدلت الحكايه هذاك علاش ما نجمش انا ما تربيتش عليه الشيء هذاك واذا ما ترانيش في بعض الاماكن ولا كيما علاش محمد عنا برشا ما شفناكش تمثل ولا درشنيه ولا حاجه لانك ماكش نعم اماكن كيما شنو لا نحكي لك في اماكن معناها في مشاريع بليتو في مشاريع دي بروجي معناها فهمت كيفاش انا عجبني انور العياشي الممثل تحيه ليه
كنت في برنامج تلفزيون ويا سألوا عبد الرزاق شابي قالوا عنا برشا ما شفناكش تمثل. قالوا الأدوار تتفرق من العشرة متاع الليل للصباح وأنا نرقد للتسعة متاع الليل. قالوا ذاك علاش ما يخلطش على دور. لكن شفناك على الفيسبوك جات مدة هابط برشا في الاستاتيو قاعد تذكر شوية بأعمالك شوية بإنجازاتك. لازم لازم أن غابيل فما ناس تنسى وذيك أمبيونس اللي أنا باش نعمل أنا. أنا شو الفيسبوك واليوتيوب هذوما كلهم مهمين لكن بالنسبة لي أنا أن بلوس مش مركز معك. شكون تذكر؟ في الببليك. الببليك فقط. سورتو يهمني جينيراسيون توا. معنا جينيراسيون نتاعي يمكن يعرف محمد جبالي جينيراسيون توا 10 15 برشا ما عرفوش محمد جبالي. فما مع شوية الغياب مع شوية التغييب خلينا نقول. التغييب ولا غياب؟ التغييب. شكون فما أحيانا أنا نختار نغيب. شكون غايبك؟ بعض البرامج التلفزية والإذاعية. منشطين أو برامج في قنوات في حد ذاتها؟ منشطين. ما عندك جرأة اليوم محمد جبالي تسمي شكون مثلا تقول فلان فلان هو اللي في الموضوع ما عادش حد نحكي فيه. ما عادش تحكي فيه. أنا جيت باش نحكي على جديد اليوم. بالذكر سمعت الصوت ساعات نبدأ في بقعة معينة هكا وناس يعني تويتي برشا مرات معناها حد في 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 عطار في شركة دشنية وحد واقف في سنة معناها ونتكلم أنا سوا في تليفوني تلف تقول لي من الصوت راه عقلت معناتها قبل ما يشوف الوجه. والله تصير لي برشا مرات. تصير لك برشا مرات. نصور على بعض هذوما السنوات تكون معناها الصوت حتى نتكلم معناها فما كيلكو فوا ظاهرين معناها يقعدوا في الميموار نتاع نتاع المعجب. نتاع الفان اي حتى اذا مش معجب معناها يسوفي سمعك برشا مرات كل شيء يعرف. لكن من المعجبين اللي تبعوا فيك على انستغرام مثلا باش قال لك خمسه اسئله وحاول جاوبني اجابات قصيره باش نجمو نواصلوا في الحوار نتاعنا. قداش عمرك محمد؟ انا عمري توا 52 سنه. 52 سنه ما شاء الله عليك ما يزورش عليك. انا 67 27 اكتوبر 67 27 اكتوبر 67 سكوربيون. افضل مسلسل عمري ما عنديش مشكله. هو مسائل وحب تاخذ الاجابات نتاع اللي فان على انستغرام. افضل مسلسل عجبك في رمضان 2020؟ لا يمكن تقول لي اكثر مسلسل تبعته باش نحكم عليه. مش هروب اكثر مسلسل تبعته مثال هو مش سؤالي انا سؤال مهم. اوكي لكن اكثر مسلسل تبعته هو النوبه. النوبه شفت روحك في نوبه؟ في برشا غناوي ينجم يكون ينجم يكون أيه. دوره اثار اعجابك مش نقول ترافيه وجزده اما اثر اشياء معنى ارافيه ولا شنو لا برشا ادوار دور عجبك مثلا برشا أدوار كل ما تجي سين مع الممثل ذا ولا الدوره ذا تقعد تركز لا معك. شو والله مش نخزر زعما انا معناها المخرج ابريتو هو يشوف اسك محمد جبالي نجم يكون موجود هنا ولا معناها ما شاء الله واللي والحاجات اللي 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 نجحت ابار الفكره يعني صاحب الحميد بوشناق والمجموعه كل ديجا بعثت له ميساج قلت له برافو معناها خدمه حلوه برشا وانه القوه زادت في الكاستنج معناها الممثلين وأول مرة نشوفه فتح هداو في دور مختلف وكمال تويتي في دور آخر معناها خدمة حلوة برشا خدمة عجبتك به. قالوا لك عليه تقعد مدة غايب. أحيانا نرفض بعض البرامج الإذاعية والتلفزية تجاوبت عليه بكري شوية في يحكينا فيه أول أمريكا وبعض البرامج أخرى حكيته زاد بتاتاً مني سحبهم برشا وكوتو سامبل قالوا لك يتقلد الغاية الإضحاك. لا موهبة غرام للإعجاب طرف الآخر اللي جا وأنا نحب نقول شوف راه عندي موهبة متاع التقليد مش الإضحاك وحتى ولو أنه راه باش الضحك الناس راه صعيبة مش تضحك من مجرد باش الضحك معناها راهي صعيبة برشا باش الضحك. آخر سؤال علاش ما تحكيش على حياتك الخاصة؟ ما فماش علاش نحكي على حياتي الخاصة. يتسألوا الناس أي فوالا هاني جاوبت معناها أنا إنسان فما حاجات ما نحكيش فيها سيرتو عائلتي فماش علاش. ما فماش علاش صندوق اسود حياتك الخاصه اللي كنتي مش اسود اسود ما فماش علاش وكا هو معناها زوجتي وصغاري وكل شيء هذيك حاجه تبعتني انا. محمد جبالي فما تغييرات نحكيوا عليهم استنسنا بيك مع فرقه متكامله واوركسترا اليوم مع باند باش نقعد مع الفرقه المتكامله ومتناسقه حسب الطلب. كيف جاء التحول هذا؟ باش تلقاني محمد جبالي حسب الطلب في مهرجان كبير مع فرقه 20 30 واحد هذا باش يقعد تلقاني فيه مش معناها قلبت فيه صايت تو باش كلمني باش تلقاني مع فرقة وترية تاع 10 15 من انسان باش تلقاني مع باند كيما تو تروشيك باند باش نجم تخدم على لي لاج لارتيست فوالا اي وي وي البروبليم هذه خدمتنا تبع توندونس ساعات وي علاش لا انت تبعها توندونس وتشوف شنو فما جديد تجدد من روحك بكل اغنياتي انا موش قال الاخر كي تسمع اغنياتي حتى اللي قدم خزرت عينك قتاله خرجت 83 وسيسي عليا سيسيني واحده واحده حبيني خرج زاد 94 معناها محمد جبالي اين يظهر لي تروشيك باند قريبه برشا من فوشيك باند بتاع مانيل عمارة اي تتصور من مانيل تتقلق لو كان ثم تشابه كبير في الاسامي معلش باش تقلق هذوما فاهم كلكو ميوزيسيان انا كلمني دريس اللي هو كان في الجروب هنا معناها فوشيك باند ما صارش اتفاق ولا بتراضي هو
ومن العماري نتوجه لها بتحية. أصحاب تيومانين؟ أصحاب ولحنت لها أغنية كل شيء ويعطيها صحة ذكية وتعرف تخدم. نجم نراكم في خدمة مع بعضكم؟ لحنت لها أغنية مرة أخرى؟ بتيتر على تروشيك وفوشيك؟ كانوا صعيب شوي. صعيب شوي؟ التروشيك وفوشيك معناها نحكي لي دو باند معناها صعيب شوي باش يكونوا ملمومين. نجم تقول لي تروفوشيك؟ تروفوشيك حلو. تروفوشيك باند ومقترح مثلا معلش ليه؟ باهي نحكيو فيه الموضوع انا ولي دو جروب معناها. معلش ليه؟ فكي كلمني ادريس فنان ومحلاه وقال لي محمد نحبوك تكون معنا هاو فما فكرة تقابلت انا وياه. اقترح علي الفكرة هاو الفرقة هذه تروشيك باند نحبوك تكون موجود معنا. اوكي بربنا. عندنا جمعتين نبرفو في ريبرتوار اخر شفتو شفتو غيت الريبرتوار هذا يقولوا لي لاونج ريتم الجو التونسي اغنياتي انا باش نحاول خاطر باش نعملوا كيلكو ديو باش نحاول نغني حاجات غربيه كيما. مش برشا كيما مش برشا مازلت انا شغلازافور شنو شتغادي ازنافور خوليو حاجه هكا حاجات زان رزان مي فهم ايقاع خاطر نقولوا لاونج الناس تحب تسمع حاجه و اون ميم طون في ريتم عملنا حتى معناها كوكتيل صغير اغاني ترابيه اما اون ديغي فيها ريميكس وكوكتيل صغير اما كله ديسكو مع التونسي الاغاني التونسيه اللي تحفل مع الاغنيات محمد جبالي اللي حفلوا خزرت عينك قتاله وخلين جنبك يا حنين وقمر والزين وانت اشكم فوالا اكيد عملوا على صدور البوم باش يكون نتاج لاعمالك من 2014 لليوم. يعطيكم صحه محضرين دروسكم هل اليوم في حضور اليوتيوب مازالت حاجة هامة اليوم أنك تخرج ألبوم وتصرف عليه والتكاليف هذه الكل؟ أنا قلت كان الجيل قبل اليوتيوب مش معناها يزمني بنيش لكن قلت أنت بعد توندونس لا هاني قلت لك معناها مواكب أنا عندي شان كل شيء معناها ذاك بالنسبة لي أنا أم بلوس أنا عملت اسمي قبل ما تجي اليوتيوب والفيو كل شيء كان جيت أنا مطرب الجيل الحالي معناها توجدت فهذا يمكن نعمل مقياس متاعي لفيو واليوتيوب وكل شيء أنا عامله بونيوس أنا اسمي عملته قبل هالحكايات الكل هذوما فهمت كيفاش كذلك انا يهمني غنيات ما نحبهمش مفرتين منهم انا للتوثيق انا نحب سي دي غنيات نسجلهم لي سينجل عملك نوثق عملي مع نحب تصرف باش توثق عملك اي نعم الفنان انا مشكلة التوثيق اليوم في البلاد هذيك الفترينه هذيك فترينه الفنان كي تجي انت باش تدخل بيرو تلقى انت لي تروفي وتلقى الشهيد نتاعي هذيك الفترينه نتاع الفنان معناها مش الفلوس راه اشكاليه التوثيق فما نقطه هنا خد برشا ناس راه كارير الفنان فلوس مش معناها ما نحبش الفلوس بيان سور تعبك هذا لازمك تخلص تعبك خاطر برشا ناس برشا ناس فما الفكر يلزم نحيوه ساعات خاطر سؤالك خاطر في بوقت ويمكن ساعات تقول لي لا توندونس ولي باند ولي لاونج معناها انا كي كيما نقولوا واحد عنده فيترينا يبيع في الحوايج يلزمو كل سيزون يبدل يلزمو يتاقلم يعاود يجدد الفيترينا يحط هذه هنا هذيك الفيترينا نتاع محمد جبالي وين يكون متواجد وانه يخدم ويلوج وين باش يخدم لكن مستوى راقي وحلو مستوى راقي وحلو. نرجع نحكي على اغنيه سامحني لا تسافحني قبل ما نحكي على سامحني لا تسافحني محمد ما مش ما تسافحني مش تحكي لي على حكايه فوتناه هي حكايه التوثيق اي التوثيق عندنا اشكاليه في التوثيق الموسيقي اليوم في البلاد نجم تقول كان كل فنان معناتها معنى انا شخصيا انا يهمني ياسر التوثيق انا نرجع للريبرتوار نتاعي وغنياتي وكليباتي في المكتب متاعي محتفظ بهم ويهموني برشا يمكن انا من القلائل المطربين حتى اللي معناها لي زارتيكل سي في معناتها فهمت كيفاش انا جمعت اخر مره والحمد لله زهير سلم الفنان القدير كان بحضرنا حاضر هوني حكيت على مشاكل التوثيق تحكي يمكن الاذاعه عن الاغاني القديمه يمكن بعض اغاني بوتيتر راحت ضاعت تهلكت للبوند نتاع فهمت كيفاش صارت اشكاليه محمد عندك 30 سنه دونك موجود في الاذاعه عدد التسجيلات نتاعك فما بعض التسجيل سيفري في الاذاعه وطلبت بعثت مطلب انه ناخذ هالاغاني ذوما لي انا مش للتسويق ولتو نستنى لتو حبيت لي انا معنى اغاني دينيه وعاطفيه ووطنيه ما الاشكال ما نعرفش ما فهمتش علاش لازم والله عملت قالوا لي اعمل دوموند عملت دوموند عند الحكايه راهو 7-8 سنين اغاني عاطفيه ودينيه ووطنيه سوتي في ثلاثة كلمات نحب تكون صريح معايا محمد الجبالي خلص الموسيقى دي بعد تجربه 30 سنه كان نقول لك اعطيني تقييمك للوضع 33 سنه كان نقول لك اعطيني تقييمك للوضع الفني اليوم في تونس في ثلاثة كلمات شنو ما نجم يكونوا باش نقول لك في كلمتين انا عسال اوضح مش يفهموك الناس عسال اوضح عسال اوصف لي محمد الوضع اي هكا الوضع قداش كيفاش وقتاش يحزن اي نعم بين الغناء والتمثيل التلفزي والمسرحي ومسيرتك الاكاديميه في التدريس شنو الاقرب لك
الغناء، لكن كله كمل بعضه. الأكاديمية عملت بروجي الأكاديمية باش كمل من خلاله مسيرتي الفنادية اللي خدت ناس بيمشي اون باراليل، كيما يمشي اون باراليل التمثيل، لكن نقعد على باز محمد جبالي مطرب. كان نقول لك اسم فنان شعبي تحب تعمل معاه ديو تختار؟ نجم تسمي لي اسم فنان شعبي تحب تعمل معاه ديو؟ والله ما نحب، فما ثلاثة أربعة بهي. اختار لي ثلاثة أربعة بهي. حبك صريح، اعطيني اسم. فما شكون نجم يكون؟ فما مع أنا يعني عندنا سواء من القدم ولا الجدد، مو زاد أصحاب فيهم من البعض منهم أصحابي. أعطيني اسم في مخك. فما فيهم لي أصحابي والأغلبية نحبهم، وفيهم اللي من الجيل السابق، فما اللي توا زاد أصوات حلوين. فما اسم في مخك محمد؟ لا مش باش نجاوب فيه، هاني جاوبت كل أخرين. مثال فنان تونسي وتري تحب تلحن له؟ نحب لحنه برشا، لحنت البرشا أصوات تونسية توا في 2020 اليوم 17. أنا مش أنا نقترح معناته، ما نجمش أنا ألو إيجا لحن. أنت يلزم هو المطرب. لو فرضية اليوم ثم فنان قول أي لحن له، شكون نجم يكون في مخ؟ أنا نحب لحن ولا يستاهل باش نلحن له، ولا زوز. أنا نطلب زوز باش نطلب ليه؟ ما برشا أصوات تونس راهي ولادة في الأصوات. نمشي معاك، المهم تعطيني إجابة. يستاهل أنك تلحن له في جنراسيون جديدة. شكون نجم يكون؟ والله هاني يعني نخمم قاعد في فما صوت حلو، أسمى بن أحمد. إيه رابر نجم تخدم مع راب، شكون نجم يكون؟ يعني غناء ديو. إيه أنا يعجبني بلتي. بلتي به عبد الكريم صحابه قال حيلت مرة على محمد جبالي اللي صالحنا والغشام في مسابقات في الثمانينات. كيفاش قبلتوا التصريح هذا؟ بردت شوي. ريت بعد 33 سنة معنا الأخبار هذه خرج. قعدت 32 سنة سخون؟ لا مش سخون، لأنه من وقت كنت فكر عندي الارتيكل وأنه النتيجة اللي صارت وتتاتي وصارت فما شوية حيلة، ولأنه عبد الكريم يصحابه في اللجنة وناول غشام ديجا سابقة معه تعم في مارجانات، موش تقليل من قيمة ناول غشام. ناول غشام فنانة كبيرة وديجا برهنت هذا وموجودة واسم كبير، لكن كلامه اللي قاله خاطر كان فما جانب من الظلم شوي. أنا خذيت مرتبة ثانية وناول المرتبة الأولى واحد استعرف قال كانت فما حيلة وأنه احنا حيينا أنا محمد جبال. هنا تأكيد كما قلت لك وأنه فيها جانب من حقي فيها شوي. قلت كلمة اللي هي موجودة في سؤالي قبل الأخير، شكون ظلم محمد جبال؟ شكون ظلم محمد جبال؟ اللي ما نحبش نحكي برشا شكون ظلم محمد جبال، وما نحبش زعمة بروغرام باش نحكي ونشكي و ما حكيناش مشكيناش ميسيون كاملة. هي قبليك حكينا شوية على بلد شكون ظلم أو نوعية الشخصية اللي ظلمت محمد الجبالي من غير ما تسمي لي أسامي. والله فماش شخص معين، الأغلبية من الميدان من المجال الفني. شكون؟ وضح لي قرب. أنا مثلا ما نقولش ظلمني، عملت لي مشاكل. خلنا نقولك عملت لي مشاكل. إكزامبل حكيت أنه نكتب اللحن مع بعض الملحنين. مع بعض ملحنين، مع بعض رؤساء الفرق. رؤساء الفرق؟ اي سنوات يعني من اللي بديت نخدم وحدي. من اللي بديت نعرض وحدي. اخر سؤال، كي نرجع بك الوقت، شنو الحاجة اللي محمد جبالي ما تعملهاش في مسيرتك؟ لا مو مش باش نراني باش نقول لك زعمك اللي درشنيه اللي عملته، ريت حتى الحاجات تاع التعثيرات والحاجات خايب كله به في اي مسيرة اي انسان وحياة اي انسان، فماش يكون ولد تلقى مفروشه قال له حياة تجارب. ولكن انا هي الخطوه اللي ممكن اليوم تعتبرها بعد 33 سنه غلطه. كل شيء تتعلم منه. انا فنان نحب الفن وروحي وعقلي ودمي وحياتي الفن مختلف، يسرتوه على الجينيراسيون تاعي، وانه يعرف يقول لك محمد جبالي فنان ومختلف. الاختلاف هذايا يكونك بعض العداوات، لكن انا ما يهمنيش، انا تخطر فكره في مخي حب نعملها. قبل ما نكملوا ليميسيون مش ليميسيون الانترفيو ليميسيون تحسني اللوج على 9 تاع لي. بون محمد غني لنا اغنيه جديده، باش نغني منها شويه ان شاء الله. انا بعث لكم قبل ما تهبط على شان يوتيوب قولوا شويه سول عسل يا عاود سجلتها الفنان يونس ميغري ليله طويله. الليل طويل ما عنده نهاية والشمع يقليل ولوني سمعايا
ودمعي يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عاليل في النجبار دوايا حبابي غياب وأنا مع المكتاب القسيل عذاب حبابي غياب وأنا مع المكتاب القسيل عذاب ديارارارارا ميرسي بوكو محمد جبالي، يعطيك الصحة. ميرسي مالك. حوار شيق جدا معاك. وي. والله الوقت قصير معاك برشا. عايش. أما عنا وقت اللي شهر دونك ما عادش عنا برشا. ربي معاكم. كلمة أخيرة في 10 ثواني. يعطيكم الصحة. في 10 ثواني. تفضل محمد. بروجي جديد إن شاء الله ينجح. الومان شو سولدو الاكسبيريونس مع كما قلت تروشيك باند جاد معنا جروب حلوين ان شاء الله تنجح وربي يوفقنا وربي يعيننا وخلي الناس حتى ما نعجبكش خليني نخدم على روحي استنى جديدك محمد الاجبالي ميرسي بوكو كنت معنا اليوم شكرا لك على قبول الدعوه